هذه الرواية بيرويها لنا سيدنا أنس. وخد بالك في علاقة بين سيدنا أنس وبين أم الولد اللي مات. سيدنا أنس بن مالك ده خادم سيدنا النبي، أم مين؟ أم السيدة أم سليم. جاءت به إلى النبي وعمره 10 سنوات، قالت له يا سيدنا النبي الناس بيجيبوا لك هدايا، وكان سيدنا النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأنا جايب لك هدية عايزك تقبلها مني. إيه الهدية؟ قالت له ولدي أنس. تخيل جايب ابنها هدية لسيدنا النبي، فقبله النبي. فقعد سيدنا أنس في بيت سيدنا النبي 10 سنوات، يأكل ويشرب ويتعلم ويخدم النبي. شوف بقى سيدنا أنس يقول لك إيه، ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله. كف حضرة النبي هين لين، له كف كنقي العاج، ناعم كخمل الديباج، لامسه من الجحيم ناج. ليلمس كف حضرة النبي. وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله. ريحة النبي صلى الله عليه وسلم أزكى من كل أنواع الطيب. ويقول سيدنا أنس ولقد خدمت رسول الله 10 سنين، ما قاليش مرة أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. في رواية تانية يقول ما قهرني ولا ضربني ولا سبني ولا شتمني، معاملة حسنة من سيدنا رسول الله لخادمه. فبيقول كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي. شراح الحديث يقول لك إيه، الولد ده اللي مات اسمه أبو عمير، وله قصة مع سيدنا النبي هنبقى نجيلها بعد كده. أبو عمير ده كان عنده طائر، والطائر بتاعه مات، فقام سيدنا النبي قبله، فعرفه سيدنا النبي يقول له إيه، يا أبا عمير ماذا فعل النغير. اسأله على العصفور بتاعه، شوفوا الرحمة، شوفوا رحمة حضرة النبي. يا أبا عمير ماذا فعل النغير. فأبو عمير ده ابن أبو طلحة، أخو سيدنا أنس من الأم، أخو أنس بن مالك من الإيه؟ من الأم. أمهم السيدة أم سليم رضي الله عنه. بيقول سيدنا أنس كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي. فخرج أبو طلحة، خرج في سفر أو في عمل أو خرج من بيته ثم عاد، فقبض الصبي. لما أبو طلحة خرج وبعد عن المدينة الولد مات، قبض الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال، بيسأل مين؟ زوجته السيدة أم سليم، ما فعل ابني؟ لو أنت عندك عيل مريض أول ما ترجع هتسأل الواد عامل إيه؟ السخونية نزلت ولا لسه؟ البرد راح من عنده؟ طب بياخد الدواء ولا لا؟ بيسأل، الأب بيسأل على ابنه، ما فعل ابني؟ قالت أم سليم، وهي أم الصبي، أم الصبي أم أنس، هو أسكن ما كان. وفي رواية هو أسكن مما كان، يعني إيه؟ الولد ارتاح، ما عادش بيشكو من حاجة. فقربت إليه العشاء، زوجها جاي من السفر، ودي رسالة للي جوزها جاي من بره ولا حاجة، ما تقبلهوش بالمشاكل والهموم، شوية شوية بشويش على الراجل وهو جاي طالع عينه في الشغل طول النهار، أول ما يدخل قولي له كلمة حلوة، عجبك أنت الحتة دي، صلي على الحبيب. فقامت بتقول له إيه، هو أسكن مما كان. قربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، يا صبر أم سليم، يعني صبر عجيب، ابنها مات ودفن وتقول لزوجها وأسكن الولد كويس، وقدمت له العشاء فتعشى، ثم اقترب منها، يعني عاشرها معاشرة الأزواج. وبعدين ثم أصاب منها، فلما فرغ، لما قضى حاجته منها، قالت وار الصبي، يعني الولد مات ودفن. فلما أصبح أبو طلحة، في رواية يقول لها إيه، فهلا أخبرتيني قبل أن أتلطخ، يعني إيه يتلطخ؟
يعني أصاب الإيه؟ أصابته الجنابة. مش كنت تقولي لي قبل ما أعمل الكلام ده؟ فلما أصبح أبو طلحة أتى النبي فأخبره، قال له يا سيدنا النبي حصل كذا وكذا امبارح. فسيدنا النبي سأله قال أعرستم الليلة؟ حصل بينكم حاجة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. يا سلام، سلام على دعوات حضرة النبي، اللهم بارك لهما. شوف الدعوة، دعوة بتاع سيدنا النبي، اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، ولدت ولد. فقال لي أبو طلحة، قال لي مين بقى؟ قال لي مين؟ لا خد بالك، بيقول الراوي فقال لي أبو طلحة، يبقى أبو طلحة قال لي مين؟ قال لي أنس، قال لي أنس خذ الغلام واذهب إلى رسول الله، احمله حتى تأتي به النبي. وبعث معه بتمرات، يعني قال لي أنس شيل الولد الرضيع ده وروح للنبي وخد معك شوية تمر. فذهب سيدنا أنس إلى سيدنا رسول الله، فقام سيدنا النبي قال له أمعه شيء؟ أنت جايب الولد معه حاجة؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي فمضغها، ودي سنة، اللي هي إيه؟ اللي هي تحنيك الرضيع، طفل الرضيع من السنة نحن نحنكه، ويحنكه أحد الصالحين، شيخ من أهل القرآن، حد من أهل العلم، أبوه يحنكه، حد من الصالحين يحنكه ويدعو له. تحط التمرة كده في فمك وتمضغ التمرة حتى أنها تبقى زي العجوة كده، وتأخذ قطعة منها وتضع في فم الإيه؟ في فم الرضيع. يبقى رق الرجل الصالح يخالط رق الولد الرضيع ده في حنك الولد الرضيع وتدعي له. وسيدنا النبي عمل كده مع الولد ده ومع سيدنا عبد الله بن عباس، ودعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم أخذها النبي من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. سيدنا النبي سمى الولد الإيه؟ سماه عبد الله. في رواية تانية بيقول الإمام البخاري إن رجل من الأنصار قال فرأيت، خد بالك بقى من اللي جاية دي، شوف البشارة، فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. يعني سيدنا النبي قال اللهم بارك لهما في عرسهما، والولد حملت السيدة أم سليم، ولد الولد، خده أنس وذهب لسيدنا رسول الله، سيدنا النبي حنكه ودعا له. بيقول واحد من الأنصار فرأيت 9 أولاد من عبد الله كلهم قد قرأوا القرآن، يبقى العدد كام؟ 10. يبقى ربنا خد منك ولد وادلك 10 من أهل القرآن. لو ربنا أخذ منك حد من الأولاد قول الحمد لله. لذلك سيدنا النبي يقول لنا في الحديث لو الولد مات، لو حد مات له ولد، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون بلى يا رب، وهو أعلم، ربنا أعلم. فيقول جل وعلا للملائكة وماذا قال عبدي؟ اللي انتم قبضتم روح ابنه ده، قال ايه؟ يقولون يا رب حمدك واسترجع، يعني ابنه مات قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل وعلا للملائكة ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، لأنه من الحمادين، حمد الله على ما ابتلاه. ينعي الناس أما أو أبا، فمن ينعي المسلمين في النبي المجتبى. مات لك ولد، مات لك بنت، مات أبوك، ماتت أمك، ماتت زوجتك، مات حد من الأقارب، تذكر المصاب الأكبر في حضرة النبي، لأن الدنيا كلها تهون. ربنا يقول له كده وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نستفيد إيه من القصة دي؟ فضل الصبر وعاقبة الصبر الحميدة.
عاقبة الصبر زي ما بيقول القائل: الصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عقباه أحلى من العسل. الصبر لما تجيب حتة صبر أو صبار من عند العطار تجد لها إيه؟ مرارة، لكن العقبة إيه؟ أحلى من العسل. بنضع صبارة على ثدي الأم عشان الولد ينفطم، يقوم أما ينفطم يكبر ويتكلم ويمشي. الصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عقباه أحلى من العسل. والحديث ده أيضا في حاجة اسمها المعاريض. إيه المعاريض ده؟ الولد عامل إيه؟ هو أسكن مما كان. يجوز للإنسان أنه يتكلم بكده، هو أسكن مما كان، دي حاجة اسمها المعاريض الممدوحة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون. اللهم أمين. وصل اللهم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.